ليا على انه لا جاتك الكونفوكاسيون وكنتي كتلعب مع فرقتك لا كان لو ميريت وجات كونفوكاسيون من ليكيب ناسيونال ديال المغرب بغاك تجي تلعب ليكيب ناسيونال ديال المغرب ما تمشيش ليكيب ناسيونال وحده اخرى سي سا ان شاء الله. يعني هذه سي اون كونفيرماسيون من عندك سي سا ولا لا؟ وا شاء الله كم جتي دي ان شاء الله لا بال اللي دون دون لو كون دو لا فيدراسيون دو ماروك ان شاء الله. داكور يعني نعاود نقول لكم ياسين بن رحو قال اون فوا تكون كونفوكاسيون من لا فيدراسيون باش يجي يلعب في ليكيب ناسيونال ديال المغرب غادي يجي يلعب مع ليكيب ناسيونال ديال المغرب قال على انه راه الكره عندهم يعني عند لا فيدراسيون هي اللي عندها الكره دابا تعيط له هو راه موجود يجي يلعب المنتخب ديال بلاده بلادك سيرمون على انه كنعرف باباك سي نبيل عز عليه المغرب انتم فاميلا عز عليكم المغرب كتجوا المغرب عندكم حبابكم في المغرب شنو كيعني لك المغرب شنو هو المغرب بالنسبه لك سي ياسين مرحبا Je suis parti beaucoup de fois au Maroc. Je veux voir ma famille souvent. J'aime beaucoup le pays, très agréable. Inch'Allah, même la culture marocaine. J'aime. Maroc, c'est un très beau pays, Inch'Allah. C'est vraiment un très beau pays avec une très bonne mentalité où les supporters par rapport au foot, les gens aiment beaucoup l'équipe marocaine, beaucoup leurs joueurs, beaucoup de gentillesse, l'accueil aussi, c'est vraiment chaleureux, l'hospitalité, c'est vraiment. Voilà, le peuple marocain, mashallah, ou le Maroc en général, ils sont très, très, très accueillants, très gentils. Où les plats, ils sont très bons. Le maclat. كنسمع باباك حداك باباك كاين حداك ضحكات هاد القضيه لا هادي فكولي. ديال الماكله المغربيه شنو نزل لك في الماكله المغربيه شنو كتاكل في هاد رمضان يا سياسي تو الحيرة. تو لي بلا اللوبيا، المرقة، تو. بصحة سيدي بصحة تفنج، تو. شفن شكون اكيد شفن شما فرنسا بعدا ما كتصوم ما شفن بيان سور هكاك اقول لي شوف ياسين بغيت نسولك دابا باباك هو اللي كيقول ماماك صوبي لنا الماكله صح مغربيه سي صا ياسين اللي كنعرفوا على انه كانت عندك كنتي بري سيليكسيوني مع ليكيب ناسيونال ديال المغرب كنتي في لا ليست ولا ماشي ليست ديفينيتيف إلهي. مي لا ليست الاولى ومن بعد ما عاودوش عيطوا لك لا لا parce qu'après كان le coronavirus. هي تماك فين صافي يعني ابخي الكورونا فيروس اللي كنعرف على انه قلتي على انه توجور اون كونتاكت مع مصطفى حجي مع لا فيدراسيون يعني ان شاء الله غادي نتسناو مالوغوزمون هاد لا سيزون ما يكونوش دي ماتش Malheureusement. مع الكورونا فيروس يعني غنتسناو ان شاء الله لو موا دو جانفي بروشان غادي تكون لي كاليف ديال لا كوب دافريك دي ناسيون غادي تكون لي كاليف ديال لا كوب دي موند كنتمناو لك يا اخي ان شاء الله باذن الله نشوفوك مع ليكيب ناسيونال كمل إن شاء الخدمه الله. ديالك لانه ليكيب ناسيونال ديال المغرب انت قلتي واحد الديتاي اللي هو مهم بزاف ليكيب ناسيونال ديال المغرب سي لو ميريت يعني واش الانسان كيستاهل انه يجي يلعب في المنتخب ديال بلاده انت فوزيت ان جوار بروفيسيونيل قلتي لا كنت كنلعب في فرقتي وكنت كنستاهل على انني نجي نلعب في المنتخب ديال المغرب راني غادي نجي كنتمنى لك ان شاء الله